لكن كلام كتير حطيناه لكم في الغربال. ماذا حدث في الريد فرايداي؟ العالم كله كان مشغول بعد كده، كانت البلاك فرايداي، قال لك لا ده الوايت فرايداي، الجمعه السوداء والقمه والجمعه البيضاء، واذا بالاهلي يخليها جمعه حمراء. جمعه حمراء استبغت مصر باللون الاحمر ايوه في كل مناحيها. خد على الخريطه كده هتلاقيها حمراء. فطبعا ده بيعكس اولا اهميه هذه المباراه تحديدا. ثانيا تعطش الناس سواء كان في الاهلي او الزمالك، ان الزمالك ما خدهاش شوف من امتى، والاهلي عمال يقرب وما ياخدهاش 18 سنه الزمالك عمال يقرب وما ياخدهاش. لان الحقيقه الثلاث سنين اللي فاتوا، وده لازم نتوقف عنده ويتعمل له بحث خاص، ما حدث من الاتحاد الافريقي من توجيه للبطولات خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول واضح اهو. في شقلبه في البطولات. كان فعلا وصول ناديين مصريين، شوف كل الناس بتقول من اول ما الاثنين وصلوا قال لك يا ريت النهائي يبقى مصري. عشان اولا البطوله تخش مصر بقى تضمنها مصريه، فرقه من الاثنين مستنيه. وطبعا كلنا عايزين احنا كاهلي نكمل بقى سكه التعويض بتاعه الارقام اللي ريال مدريد جري وسبقنا بيها. فانت خدت لقب، يا رب نقدر نستكمله باكثر من لقب، ودعنا ننتظر. لكن دلوقتي لا حديث يعلو بعد كده، بعد ما نحل الكلام ده عن ماتش الكاس لازم نتكلم فيه برضه شويه في الاخر كده. طيب الاهلي احدث هذه الهزه الكبيره في الجمعه الحمراء، كان ليها اصداء كبيره جدا، وما اجمل ان يهنئ العظماء العظيم، وانك تلاقي الكبار كبار العالم بيهنوا كبير القاره الافريقيه. نشوف في هذا التقرير الصوتي كيف تفاعلت كثير من الأندية العالمية الكبيرة مع تتويج الأهلي بالأميرة الأفريقية. الكبير كبير لأن الأهلي كبير إفريقيا وملكها المتوج. التهاني يجب أن تكون من كبار العالم في كرة القدم. فور انتهاء مباراة الأهلي أمام الزمالك وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، مواصلا تحقيق الأرقام القياسية على المستوى القاري، انهالت التهاني من جميع الكيانات الرياضية العالمية والإفريقية والعربية. البداية من حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي غرد مشيدا بأصحاب الرقم القياسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وعلق نراكم في كأس العالم للأندية. أما الحساب الرسمي للكاف فقد أعلن تتويج الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020 معززاً صدارته لقائمة الأكثر تتويجاً باللقب القاري في التاريخ. كما نشر فيديو لهدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك مغرداً قدم من ذهب تحصد الذهب. وإلى ألمانيا حيث قدم بايرن ميونخ التهنئة للمارد الأحمر بطريقة مبتكرة، حيث غرد حساب الفريق البافاري من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال إفريقيا ونراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير القادم. ومن ألمانيا إلى إنجلترا حيث غرد حساب مانشستر سيتي مبروك للنادي الأهلي التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا، وشارك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي المارد الأحمر انتصاره الكبير مغردة من جنوب يوركشاير إلى قلب عاصمة أم الدنيا، تهانينا للأهلي بطل القرن في إفريقيا على الكأس التاسعة. ومن عاصمة الضباب إلى العاصمة الإيطالية روما حيث غرد حساب ذئاب العاصمة تهانينا من العاصمة الإيطالية للنادي الأهلي بعد فوزه بدور أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. ومن أوروبا إلى زعيم القارة الأسيوية نادي الهلال السعودي الذي بارك للنادي الأهلي وجماهيره تحقيق دوري أبطال إفريقيا وإضافة النجمة التاسعة في سجلاته. ومن إفريقيا حرص رئيس نادي سان داونز الجنوب إفريقي ومجلس الإدارة والجهاز الفني والعاملون والمشجعون على تهنئة النادي الأهلي باللقب التاسع ومدربه السابق بيتسو موسيماني باللقب القاري الثاني في تاريخه، مؤكدين فخرهم به. كما قدم فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي
التهنئة للنادي الأهلي ولموسيماني على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة. تهاني من كبار كل نادي في دول كبير في مكانه وكبير. حتى تاني يوم شوف الهلال المفارقة بيبارك لك، تاني يوم انت لازم تبارك له وتوج بالكاس صحيح على حساب النصر. من كل حتة في العالم، من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا، من كل حتة، من أمريكا الجنوبية، هذه هي يعني تداعيات ان النادي الأهلي هو موجود على الساحة العالمية.